الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي يخوض العديد من التحديات في الموسم الجاري تحت قيادة فنية للكابتن طارق محروس، مع انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد والتي يتربع فيه الفريق على قمة مجموعته بالعلامة الكاملة، ومع استمرار منافسات بطولة دوري الموسم الماضي والذي يتبقى فيه جولتان يحتاج فيهما الفريق لتحقيق الفوز من أجل خوض مباراة فاصلة على تحديد بطل الدوري. ويتطلع كتيبة نصور القلعة الحمراء لاستعادة لقب الدوري بعد اكتمال صفوفه وتدعيمه بأبرز العناصر مثل أسامة الجزيري وعمر ياسين ومحمود نعمان وأحمد هشام سيسا ومحسن رمضان وعمر سامي. وسادت حالة من الطمأنينة جنبات صالة الأمير عبد الله الفيصل بعد تماثل قائد الفريق إسلام حسن للشفاء بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه لفترة عزل صحي، ليتعافى قائد كتيبة كرة اليد في القلعة الحمراء ويعود للتحليق مجددا ويساهم في تحقيق الفريق لفوزين متتاليين في بطولة دوري المحترفين، وقدم خلالهما مستوى متميزا كعادته ليطمئن عشاق النادي الأهلي بشكل خاص ومتابعي كرة اليد المصرية بشكل عام، خصوصا وأن إسلام حسن أحد أفراد كتيبة المنتخب المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة المقبلة. ويستهل الفراعنة مشوارهم في مونديال 2021 ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات التشيك والسويد وتشيلي. ويعد إسلام حسن أحد أفراد كتيبة كوماندوز المنتخب المصري التي تشارك في المونديال، ويعد صاحب خبرات في المواعيد الكبرى رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر. وتستضيف مصر النسخة 27 من مونديال اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 من يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا. ويتطلع المنتخب الوطني إلى الذهاب بعيدا في النسخة المقبلة في المونديال بكتيبة النجوم التي يضمها المنتخب والدعم الكامل الذي توفره الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والاتحاد المصري لكرة اليد بتنظيم مونديال يليق بمصر وشعبها وتذليل كافة العقبات للمنتخب من أجل تكرار إنجاز مطلع الألفية الجديدة عندما احتل الفراعنة المركز الرابع في المونديال الذي استضافته فرنسا.